عليك البقاء في منزلك وتجنب الاختلاط والتجمع. نهاية عام ليس كسائر الأعوام. وطن على قلب رجل واحد، امتحان صعب، تحديات تخطيناها، أيام قاسية لكنها بإذن الله ماضية. لا خوف على وطن لا يعرف قادته المستحيل، بصيرتهم ستنير القادم. أما نحن سنواصل التزامنا ووعينا لنصل إلى بر الأمان. تجربة فريدة خاضتها جميع قطاعات الدولة في تذليل التحديات ومجابهة الصعوبات، أساسها العزيمة والإيمان الراسخ بأن اليأس لا مكان له بيننا، وفي مقدمتها الكوادر الطبية التي أثبتت جدارتها الهائلة في التعامل مع أحد أصعب المواقف التي واجهت البشرية. ولدكم صحيح لكن اعتبره ولدنا، عندكم أهل في الإمارات وعندكم أخو اسمه محمد بن زايد. التضحية والإخلاص اللذان عملت بهما هذه الكوادر جعلت منتسبيها يستحقون بكل جدارة لقب خط الدفاع الأول. ليأتي دور وزارة التربية والتعليم بتوفير كل أوجه الدعم للطلبة من أبناء أولئك الأبطال بإطلاق مبادرات نوعية ساعدت في التخفيف من أثر الأزمة التي لحقت بالعالم أجمع، لتسطر الإمارات أروع الأمثلة في القدرة على تخطي الأزمات بإصرارها على استمرار التعليم كونه أحد أهم ركائز الدولة، واستغلالها لما تملك من البنية التكنولوجية الأكثر تقدماً والتي تم العمل عليها منذ سنوات. دواء الفداء هذا خط أحمر لدولة الإمارات عندنا. الإنسانية شعار راهنت عليه الإمارات منذ اليوم الأول لظهور الجائحة، الوقوف إلى جانب المنكوبين، نصرة المستضعفين أينما كانوا، المساعدات، العون خارج دائرة المعتقد واللون. هذه العزمة والعزمات ما به وما يبقى إلا عمل الخير. العلم والعمل يجتمعان في وطن إنجازات دار زايد، في الوقت الذي كان جيشنا الأبيض يقوم بتطبيب المصابين بفيروس كورونا كانت هناك فرق أخرى تصل الليل بالنهار من أجل تطوير اللقاح وتجربته، فشهدنا القادة والشعب يدا بيد يشاركون في مراحل تجربة اللقاح. وبهذه الهمم بإذن الله تعالى ستخرج الإمارات أقوى وتستمر كما عهدناها في أبهى حللها، آمنة مشرقة متعافية مستقرة.